السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، اليوم إن شاء الله راح نأخذ محاضرة عملية تكمل ما أخذناه بالمادة النظرية ضمن مادتنا الكورس مالتنا Human Computer Interaction. إحنا المحاضرات اللي راحت بالفيجوال ستوديو أخذنا مجموعة من الكونترولز اللي إحنا ممكن نستفاد من عدها بتصميم البرنامج. احنا هاي المحاضرات الاولى هي كلها تعريفيه عن انواع الكنترولز اللي موجوده ضمن الفيجوال ستوديو اللي اقدر استخدمها واوظفها. فانتم حاليا احنا راح بس نتعرف عن هاي التولز، المحاضرات القادمه راح نبرمج عليها ونشوف شلون ممكن احنا نستغلها ونوظفها. بالمحاضره النظريه اذا قريتوها انا ذكرت لكم نظريه موجوده اللي هي 7 بلس اور ماينس 2. هاي النظرية اللي تقول أنه الإنسان ما يقدر يتذكر أكثر من 7 شغلات مترابطة في نفس الوقت، من يتجاوز هذا الرقم ما راح يقدر يتذكر بصورة صحيحة. فبالملاحظات المذكورة بالمحاضرة أنه أنا إذا كان عندي سوفتوير عندي ديزاين لازم يكون، إذا عندي قوائم المنيوز اللي عندي لازم ما تتجاوز 7 قوائم، إذا كان عندي تابات ما تتجاوز 7 الى اخره من الملاحظات. فاني اليوم اريد اشوفكم شنو التاب، شنو المنيو، شنو الجروب بوكس، هاي الامور اللي حكينا عليها بالنظري. اول تول راح نجي عليها او اول كنترول اللي هي التاب كنترول، هاي تلقوها ضمن خانه الكونتينر. فاني احتمال انت تلقيها هيك، فانت لما اذا لقيت التولز اللي عندك هيك تجي تدوس عليها وعلى هذا المثلث الى ان توصل كونتينرز. بالكونتينرز راح تجي تلقي التاب كنترول، تسحبه للتاب تجيبه لمساحة العمل، منها تقدر تكبر وتصغر التاب، تقدر تسويه على قد مساحة العمل يعني بالصيغة اللي انت تشوفها. فالتاب عبارة عن مجموعة من الصفحات، لاحظوا هذا التاب بيج 1 هذا اللي امامي، اذا ادوس هنا راح تطلع لي تاب ثانية. هنا انا التابات طبعا اقدر اتحكم بها، اقدر من هنا اضيف تابات 3 4 الى اخره. لاحظوا انه اني هسه اذا انفذ يجوز ما راح يبين عندكم تاثير التاب، بس لما نضيف عليه شيء معين راح تشوفون انه التاب راح يشتغل فقط ضمن ال خلينا نقول الشيء اللي دا اشوفه امامي، اما التابات الاخرى اللي ما دا اشتغل عليها ما راح تظهر بصوره صحيحه. خلينا ننتظر ينفذ. طبعا انا عندي اليوم ناخذ التاب وراح ناخذ الجروب بوكس ضمن خانه الكونتينر. لاحظوا هسه انا عندي هاي التاب، هنا انا اقدر اقلب بالبيج، المفروض انا اي بيج ادوس عليها تظهر لي هنا خلينا نقول الشغلات اللي انا مخليها. حاليا انا كل شيء ما مخليه فما راح يظهر شيء. على سبيل المثال انا اذا ردت بالتاب استخدم مثلا اجيب زر بوتن اخليه هنا بهذا التاب. لاحظوا هسه اذا انفذ لاحظوا انه انا بالتاب بيج 1 عندي زر، اذا اروح لل 2 ما موجود، 3 ما موجود، ارجع لل 1 راح يظهر لي الزر امامي. اذا انا هنا حسب الحكي اللي ذكرناه بالمحاضره، اذا انا بالديزاين مالتي بالسوفت وير احتاجيت هاي مجموعه من التابات، فاني لازم احاول انه ارتبها بطريقه بحيث ما تتجاوز 7، لان انا 7 تابات اقدر اركز بعناوينها واحفظها، ولكن اذا تجاوزت بالذاكره مالت الانسان راح يشعر بالملل ويضوج، ما راح يقدر يتابع اكثر من 7. فهاي من شروط الديزاين لاي سوفت وير اني اسوي. زين، طبعا هنا التاب منها اني ادوس وراح تطلع لي الخصائص مالته. هاي الخصائص مثل ما قلنا البروبرتيز اللي تخص كل وحده من التابس اللي موجوده. هنا طبعا اني عندي التاب بيجز. تاب بيجز هنا انا اقدر احدد اسماء كل تاب. هنا اجي مثلا بالتكست اكتب مثلا ميديا، لو فرضنا هنا أنا اكتب مثلا كوميونيكيشن، هنا اكتب مثلا تكنولوجي، هنا اكتب انجينيرنج. هاي طبعا كلها على سبيل المثال، انا حتى بس اشوفكم شلون التابات حتصير. هنا لاحظوا من انفذ راح تطلع لي تاب اسمه ميديا،
تاب اسمه communications، تاب technology، تاب engineering. فهذه أنا حسب تصميمي بالسوفتوير أنا شنو ليش أحتاج تابات. أضرب لكم مثال، إحنا بالسوفتوير شنو الشيء اللي نحتاج بيه تابس. مرات تجينا استمارات، مثلا استمارة أصممها أنا كسوفتوير، الاستمارة بيها خلينا نقول مثلا فد 100 حقل أو 150 حقل، فأني ما عندي واجهة أقدر أخلي بيها 200 حقل، راح يعني راح تكون متحاشكة وراح تكون خط الخط مالتها صغير مو واضح. فأني إذا أريد أظهرها الاستمارة بصورة مرتبة فأقدر أخلي مثلا بالاستمارة هاي 200 حقل، أقدر أخلي مثلا أول 50 حقل بهذا التاب وأسميه page 1، وأجي هنا page 2 أخلي ثاني 50، وهنا أخلي ثالث 50، وهنا أخلي رابع 50، وهكذا. أو ممكن أسوي على 25 وأجمع. الفكرة أنه أنا التابات عندي سلسلة من الإجراءات ما أقدر أظهرها بواجهة واحدة، فأنا أجزئها على شكل تابات. هاي الفكرة الأساسية من التاب. زين، فهنا أنا شوفوا خليت زر بهذا التاب. أنا هسا أريد أرجع أريد أشوفكم كنترول آخر اللي هو الجروب بوكس. الجروب بوكس من أروع ما يكون. هنا أنا إذا أصغر هذا الكنترول، خلي نجيبه هيج، أدوس وأسحب هذا. هذا الجروب بوكس طبعا فتشي رائع، اللي هو شي يسوي يعني يفيد كلش بالتصميم، أنه أنا إذا عندي مثلا مجموعة أوامر متشابهة أقدر أخليها ضمن جروب. فأنا هنا أنا بالجروب بوكس ممكن أكتب مثلا المعلومات الشخصية. لو فرضنا أنا دا أصمم برنامج يخص بيانات مثلا دائرة المرور، فأني لما يجيني شخص أريد أخذ معلوماته الشخصية، فيفضل أجيب هذا الكنترول بوكس، هذا الجروب بوكس، وأجيبه هنا وأنطيه اسم، شنو الاسم مالته هذا الجروب. وهنا أنا أخلي به فقط التكست بوكس اللي تخص المعلومات الشخصية. وممكن شو أسوي؟ أسوي جروب ثاني مثل هذا، أخلي به مثلا بيانات السيارة، وجروب ثالث أخلي به بيانات مسألة أخرى، وهكذا. فهنا هاي الأمر الشغلة هاي تنظيمية بحتة، يعني أنه أنا الواجهة مالتي تطلع منظمة وجميلة. فأني هنا مثلا لاحظوا اقدر داخل الجروب اقدر اخلي تكست بوكس، اقدر اخلي هنا مثلا اجيب تكست بوكس هذا مثلا واحد، اخلي جواه اثنين، اخلي جواه ثلاثة. طبعا انا دا اسوي كوبي بيست من عندهم، اجيب الرابع وهكذا. هاي راح تمثل لي البيانات الشخصية. ممكن منها أجيب ليبل وأخلي أقول الاسم الأول، اسم الشخص، اسم الأم، مواليد إلى آخره. يعني أنظم استمارة بشكل منظم. وممكن حتى هذا الزر أجيبه أسحبه أخليه هنا إذا هو يخص بيانات الشخصية. إذا أنا هنا فائدة من الموضوع شنية؟ الفائدة أنه أنا أي شيء أخليه ضمن الجروب إذا أحرك راح يتحرك كله ويا الجروب. يعني هسه أنا الزر هذا إذا طلع برا، لاحظوا إذا أحرك راح تتحرك فقط الشغلات اللي داخل الجروب، أما أي شغلة خارج الجروب ما تتحرك. وهذا مفيد أيضا في حالة أنا ذني كليتهن. على سبيل المثال أنا مخليهم برا خارج الجروب، لاحظوا هسه أنا سويت كوبي بيست من عندهم راح أخليهم برا. لاحظوا أنه أنا ذولا هسه إذا أريد أحركهم سوية لازم شو أسوي؟ لازم أجي أختارهم كلهم أظللهم بالماوس وأحركهم. أما إذا أجيت على واحد من حركته راح يتحرك بوحده، على عكس ما موجود بالمعلومات الشخصية هنا بالجروب، لأن أنا مخليهم ضمن الجروب، فأحرك الجروب كلها تتحرك سوية. وأكو نقطة أخرى أيضا هنا، أنا شو أسوي؟ أوبشن على الجروب يتطبق على الكل. على سبيل المثال إذا قلت هنا الفونت مال الجروب هذا كله أسوي مثلا 14، لاحظوا أخذ الأوامر على الكل، يعني التكست بوكس صار 14، المعلومات، الزر. فأني هنا إذا كانت عندي مجموعة خصائص مشتركة أريد أطبقها على مجموعة من الكونترولز، فأني أقدر أسويهم بجروب بوكس. وهنا شنو التطبيق اللي أسويه؟ هسه هنا مثل باك جراوند إذا أغيره، لاحظ غيرت باك جراوند على الكل. فأني أي تطبيق أسويه هنا على الخصائص اللي تخص الجروب راح يشتغل على كل الجروب سوية. إذا هسه أنا عندي جروب بوكس هذا كله وين موجود؟ الكلام ماتي
هذا كله موجود ضمن خانة الكونتينرز. عندي جروب بوكس وهاي قلنا الشغلة مالته يعني خصائص فنية مفيدة. وهذه عندي التابس. تخيلوا أنا ممكن أجيب هذا الجروب كله أخليه بالتاب. ممكن أخليه بالتاب. فأني هنا أنا بالتاب مثلا شوفوا هسه إذا أعرض وأنفذ يعني أنا كل الخصائص لاحظوا هذا بالميديا. إذا أروح الكوميونيكيشن ماكو، أرجع للميديا ألقيه وهكذا. إذا أنا كل التولز أقدر أجيب شيء بداخل شيء وأرتب حسب التصميم اللي أنا رايده واللي أريد أشتغل عليه. أخذنا هسه هذا الشيء اللي هو الجزء الأول من المحاضرة. هسه نكمل. عندي أريد أعرفكم على المينيوز جوا الكونتينرز. عندنا خاصية اسمها المينيوز. هذه هنا أنا عندي منيو. خلي أشوفكم المينيوز ستريب. هاي طبعا تسحبها المينيو قوائم تجيبها هنا. هنا أنا تكتب شنو تريد، شنو القائمة. مثلا إذا تلاحظون بالبرامج هنا أنا مثلا أسميه فايل. هنا هاي أسميها مثلا فيو. هاي موجودة بكل البرامج. هنا أسميها مثلا مثلا إديت. أوكي زين. هسه أجي بالفايل إيش عندي؟ عندي أوبن. إيش عندي هنا؟ عندي سيف. مثلا بالسيف عندي نوعين، عندي سيف از بي دي اف. على سبيل المثال انا دا اصمم لكم شيء افتراضي، عندي سيف از ايمج. ممكن بالايمج عندي اكثر من نوع، عندي مثلا جي بي جي، عندي مثلا بي ان جي، عندي مثلا جي اي اف وهكذا. أنا دا أشوفكم بس الخصائص شلون تشتغل. بالفيو أقدر هم أسوي قوائم. أقدر أقول مثلا راح أسميها أني مثلا Option 1. يعني فد اختيارات حسب شغلنا حسب البرنامج مالتنا. Option 2 نانا Option 3 وهكذا. هذا الثري أقدر منه أسوي له مثلا AAA. نانا أسويها BBB. هنا اسويها سي سي. زين انا هسه اريد اشوفكم الشيء النهائي راح يصير. انفذ. هسه راح تطلع عندنا القوائم الفوق، قوائم جاهزه وجميله ولطيفه اقدر ايضا استخدمها. لاحظوا هنا هسه اني بالفايل اوبن خيار واحد، بالسيف شوف طلع لي خيارين، إذا أنزل جوا شوف طلع لي ثلاث خيارات. هذه القائمة اللي تشوفوها المينيوزي هاي اللي حكينا عليها، إنه أنا بالقوائم لازم ما أتجاوز السبع اختيارات دائما. فهنا إذا عندي قوائم هنا تكون سبعة، وهنا لما أدخل بالفيو أيضا لازم كل خيار ما يتجاوز يكون بيه سبعة. يعني هذه أصول التصميم والشيء اللي يقدر يتحمله الإنسان. هسه تخيلوا لو هذا بيه مثلا 30 اختيار، يعني راح اشوفها صعب جدا ولا راح اقدر اتذكر اني الاوبشن هذا وين موجود. فدائما البرامج اللي القوائم مالتها تكون ضخمه وواسعه وكبيره واحد ما يقدر يحفظ الاوبشنات وين مكانها. زين اذا هذا المنيو. هنا مثلا عندي الستيتس. ستيتس طبعا حلو اللي هو ينزل جوا. لاحظوا هنا مكانه انا هنا اكتب من ادوس عليه واجي هنا عدي اكتب شنو حاله البرنامج. مثلا اقول ريدي. فاني لما ننفذ الستيتس هاي تشوفوها جوا ريدي. هذه الريدي اني برمجيا اقدر في حاله اذا صارت مشكله بالسوفت وير اقدر اطلع له هنا رساله جوا اكتب له نوت ريدي او ايرور او اي شيء. المهم اني اذا ردت ستيتس حاله السوفت وير حاليا دائما. هسه اذا تلاحظون شوفوا هسه اني بالفيجوال ستوديو نفسه اذا تلاحظون جوا هنا أنا مكتوب عندي ريدي، يعني معناها الفيديو السوداء دا يشتغل بشكل صحيح. فاني نفس هاي الشيء صاير جوا دا اسوي اني هنا. زين هذا المنيو. عندي التول ستريب. شوفوا التول ستريب هنا بها فائده اخرى. هاي التول ستريب اقدر اخصص يعني مو قوائم، اقدر هنا مثلا اقول له اريد زر، هذا الزر ادوس عليه واجي على الخيارات مالته هنا.
خيارات أقول له أنت ما أريد تظهر لي صورة، أريد تظهر لي تكست. فالتكست هنا أنا لازم أكتب له مثلا، أكتب له مثلا open. أجي هنا أقول له أريد زر ثاني، وهم نفس الحالة. إذا أريد صورة أخلي له صورة، إذا أريد تكست أخلي له تكست. إذا تلاحظون أكو برامج مرات يخلون صور أيقونات يعني، فإحنا إذا تريد تخلي صورة تختار image، ومن هنا تروح تجيب الصورة من الحاسبة، تجيبها اللي تريد تخليها على الزر. أنا حاليا ما عندي صور، راح أختار تكست. فهنا بدي جواب خاصية التكست، أكتب مثلا save. هنا ممكن أني أغير أصلا حتى الزر، أغيره يعني، أختار مو إلا زر، أختار ممكن أسويها كومبو أو أي شيء آخر. مثلا هنا أنا مثلا select أي شيء، أي option. لاحظوا إذا ما تريد زر ممكن منه أنا أتغير، تقول له أريد كومبو، أريد تكست مثلا، إذا أردت تسوي سيرش هنا أنا هذا، ومنها تجي أيضا تلعب بالخصائص مالته. منها ممكن تقول له أريد سيبريتر، يعني خلي لك سيبريتر فاصل زين. ممكن منها تقول له أريد كومبو، فهنا بالكومبو لازم تجي وتقول له شنو الايتمز. احنا أخذنا الكومبو المحاضرة راحت، مثلا أقول له أي 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 بي 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 سي سي سي، هاي يعني كمثال. لاحظوا هسه إذا أنفذ، لاحظوا هسه صار عندي، عندي هذا الزر سيف سيليكت، وعندي هنا أنا أقدر أكتب أبحث عن شيء، وعندي هنا القائمة المنسدلة اللي أقدر أستخدمها أدوس عليها وأفعل بها فشي معين. إذا خلاصة المحاضرة مالت اليوم، أنا عندي منيو أقدر أسوي قوائم بشكل سهل وسلس، أقدر أسوي هذا الستريب اللي هو يكون مو إلا قوائم، يكون أزرار أو أنا أحددها وأخلي فواصل، ممكن يكون تكست بوكس، ممكن يكون كومبو. والنقطة الأخيرة اللي هي شوفوا نزلنا لي جوا هنا أنا يعني مدى أقدر أسوي سيليكت لأن أنا كتبت فوقها، المهم بس أقدر أمسح هذه زين. فأني هنا أقدر أشتغل على التاب، والتابس مثل ما قلنا يسوي لي عدة صفحات ضمن الواجهة الواحدة، وأقدر أسوي الجروب بوكس اللي هو قلنا هذا الفائدة مالته، أنه أني أشتغل ب أسوي خصائص مشتركة للكل، ومن أسحب تنسحب كل الأوبجكت اللي بداخله تبقى بنفس أبعادها وبنفس تصميمها. على العموم إحنا هذا كله دناخذ تولز تخص التصميم. إن شاء الله المحاضرات القادمة راح ندخل بالكود، يعني أنا مثلًا إذا أريد أسوي أوبن فايل هنا أنا راح أدوس دبل كليك وراح ندخل هنا نكتب كود اللي نريد نسوي. هاي إن شاء الله كلها مراحل لاحقة نسويها. فأتمنى هذا الشيء اللي سويته اليوم كله تقعدون تسووه وتتعرفون على هاي التولز وتنفذوها، لأن بعدين أنا لما أقول لكم اشتغل لي على تاب، اشتغل لي على منيو، أنا بعد ما أحكي شنو المنيو شنو التاب، المفروض أنت عرفتهن وتعرف استخداماتهن. يلا أتمنى تجربوها، وإن شاء الله نلتقي بلقاء الزوم يوم الأربعاء ونتناقش أكثر عن الموضوع. أتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا.